وللمزيد حول صراع الأحزاب على المناصب والحديث عن نقوص الإطار التنسيقي عن وعوده بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، ينضم إلينا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف. حياكم الله دكتور حامد. حياكم الله عزيزي، شكرا جزيلا. أهلا بك دكتور حامد. على الرغم من أن أطروحة الانتخابات المبكرة هي الأساس كما تعلم الذي أوصل حكومة السوداني لرئاسة أو التي أوصلت السوداني نفسه لرئاسة الوزراء، يعني تشي المؤشرات الآن بعدم رغبته بإجراء تلك الانتخابات. برأيك ما هي الأسباب والدوافع التي منعته من إجرائها؟ شكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة عزيزي، تحياتي لكم ولجمهور المتابعين الأعزاء. حقيقة الهدف واضح، كان هو يعني شعار جئنا لنبقى، وعلى رأي السيد المالكي ما نمطيها لأحد، يعني هم جاءوا لكي يبقوا أطول فترة ممكنة عبر وسائل مختلفة، يعني يتحايلون على يعني مطالب الشعب العراقي في التغيير والتجديد والإصلاح، ويعني إزالة هذه الوجوه الكالحة والفساد والمحاصصة، يعني كلها صار تقريبا أكثر من 20 عام مهيمنة على المشهد السياسي العراقي، وهذه العملية السياسية البائسة والطغمة الفاسدة جاثمة على صدور العراقيين بتحدي كبير. حاولوا أن يجددون بعض الأمور لكن فشلوا في إجراء انتخابات أو مسرحية انتخابات فاشلة هزيلة لمجالس المحافظات، وشفنا النتيجة يعني مؤخرا. فهم جاءوا باختصار شديد لكي يبقوا جاثمين على صدور العراقيين للأسف الشديد. ولكن برأيك ما هي الحجة التي سوف يتم سوقها لعدم إجراء مثل هذه الانتخابات، والحجة التي لربما برأيهم قد تقنع العراقيين؟ لا، هي يعني مسألة القناعة لا تتوفر بأي شكل من الأشكال عند العراقيين إذا أجريت الانتخابات أو لم تجرى، لأنه حتى لو أجريت الانتخابات يعني جائز يكون هناك تغيير، يعني إزاحته بتكون أسهل في هذا الظرف الحالي، خصوصا بعد فشل انتخابات مجالس المحافظات والمشاركة القليلة جدا، يعني بعض الأرقام تشير إلى بحدود 10% وقسم يقولون أقل من 20%، معناها أنه لو تجرى انتخابات غدا لانتخابات تشريعية لمجلس النواب سيفشلون فشلا ذريعا وسوف يزاحون. لذلك هذه واحدة من الأسباب التي تبقي قضية الانتخابات التشريعية مجمدة إلى حين تجاوز الأزمات. هناك أزمات كبيرة الحقيقة ليست في داخل العراق فقط، إقليميا أيضا الحقيقة تحيط بهم من قبل إيران، من قبل أمريكا، ومن قبل دول الجوار. الآن مع وجود أزمة اقتصادية وتشظي في العملية السياسية بشكل واضح، هذا اللي يخليهم متمسكين بالسلطة في الوقت الحاضر. نعم. يعني في ظل هذه الترتيبات وتوزيع المناصب، كيف ترى موقف الصدر الذي انسحب أنصاره من المنطقة الخضراء على وعد بانتخابات ستجرى خلال سنة؟ الحقيقة يعني التيار الصدري يعني خروجه هو بالنسبة له شكل حجر أساس لمرحلة قادمة، يعني يعتقد التيار الصدري أنه يعني أن ينأى بنفسه عن هذه الطغمة الفاسدة وهذه العملية السياسية البائسة ونظام المحاصصة أفضل له للمستقبل من أن يبقى يتنافس دون جدوى، يعني دون لا عملية تغيير ولا عملية إصلاح. هو جرب لأنه عنده 74 مقعد في مجلس النواب للفترة الماضية دون أن يحقق شيء، لأنه الحكومة استحوذوا عليها بتوافق أمريكي إيراني، أعطيت الحكومة إلى الإطار بدل التيار، يعني بدل تشكيل حكومة الأغلبية مع تحالفات أخرى. هذا الحقيقة جائز يفتح في المجال أن يكون هناك حراك ايضا شعبي، ليس فقط بانتظار يعني الانتخابات التشريعيه القادمه اللي ممكن ان مثل ما قلت انه ممكن تحدث تغيير اذا اجريت يعني قريبا. نعم. برايك اين تقف دكتور حامد، اين تقف ايران من كل ما يجري؟ يعني هل جرى تفاهمات ما لاكمال السوداني دورة كاملة أم ماذا؟
الحقيقة هذه العملية لا تنحصر فقط في مجال إيران والإطار والسودان والسوداني، وبالنسبة يعني ولاية الفقيه الحقيقة يعني هناك تفاهمات ليس مع الإطار فقط وإنما مع أمريكا، هذه نقطة جوهرية. يعني هناك توافق تخادم في المصالح على الساحة العراقية وطبعا إقليميا أيضا. نشفنا الآن يعني لو أرادوا تغيير حقيقي لمصلحة الشعب العراقي ولمصلحة العراق والمستقبل العراق لكان أجري منذ سنوات. نحن تجاوزنا 20 عام من العملية السياسية البائسة، لكنه الذي يخدم أمريكا وإيران هو بقاء الوضع على حاله في العراق، أن تبقى هذه الطغمة الفاسدة هي مهيمنة، والشعب العراقي لا يجد غدا جائز حتى قوت يومه، ولا المياه ولا الخدمات ولا الكهرباء ولا مستقبل أفضل ولا عناية صحية ولا تربية ولا تعليم. طبعا هذه كلها في تردي، لذلك هي لا تهم أمريكا ولا تهم إيران هذه المشاكل التي يعاني منها الشعب العراقي من فقر وبطالة انعدام، يعني حتى المستلزمات الحياة الآمنة الحرة الكريمة مثل ما تجدها في شعوب أخرى أقل ثروة وأقل غنى من ما يعني يمتلك العراق كوطن كشعب كطاقات بشرية. نعم، نعم بالمقابل دكتور حامد، هناك من يدفع باتجاه فكرة عودة المالكي لرئاسة الوزراء، هل ما زال للمالكي رصيد لدى إيران برأيك كي يزج باسمه في الفترة الأخيرة وتحديدا أثناء انتخابات مجالس المحافظات؟ هو يدعي وكشف مصطفى الكاظمي كشف قول للمالكي من أنه هو مرغوب به من قبل ليس فقط إيران، من قبل إيران ومن قبل أمريكا أيضا، لأنه علاقاته باعتباره كان يعني رئيس وزراء لدورتين، وكانت علاقاته هو اللي وقع على يعني اتفاقية أو معاهدة التعاون الأمني والاستراتيجي مع أمريكا. فلذلك أنا يعني أؤكد على أنه المالكي يعني واضع نفسه في احتياط، ليس في احتياط وإنما في بديل إذا فلت الأمور وضاق النطاق في هذه الطغمة الفاسدة وانحسر فعلا إمكانية استمرار النظام المحاصص المقيتة، فيخرج المالكي كحل يمسك الأمور خيوط اللعبة بيده بالاتفاق بين أمريكا وإيران على مرحلة قادمة، وهو قالها احنا ما ننطيها يعني حتى لو ارادوها الاخرين. فلذلك هو متمسك بالسلطة باعتباره ايضا يقود ما يسمى الدولة العميقة، يعني له جذور في الأجهزة الأمنية ومثل ما يقال يعني على مجالات عديدة منها الجانب العسكري ما يسموه الدمج من ضباط في الأمن الوطني والدفاع والداخلي. نعم. يعني وفقا للمعطيات، ما هي نسبة أو يعني هل ترجح فعلا تقدم المالكي إلى الصفوف الأولى في كما ذكرت يعني في كحل لما الحل من جانبهم ممكن، لكنه ماذا سيقول الشعب العراقي؟ أكيد راح يقول كلمته، لأنه تاريخ المالكي في كثير من الأمور يعني هو يعني صاحب مأساة سبايكر، هو اللي في عهده تم اجتياح محافظات مثل موصل وتدميرها، مثل صلاح الدين، مثل يعني الفوضى الأمنية، يعني هو يتحمل هذا الانقسامات الطائفية اللي الحقيقة دقت اسفين كبير في النسيج الاجتماعي العراقي، وطبعا أيضا الثروات، يعني تم التفريط بثروات العراق في فترتين من حكمه يعني 8 سنوات. لذلك هو تبعات كل الوضع الآن الذي يعيش العراق يتحمله هو بشكل شخصي، هو وحاشيته التي الآن ما زالت تمتلك بعض الزمام الأمور السلطة في العراق. لذلك الشعب العراقي لا يحمل لا الود ولا الرغبة ولا حتى السماح له بالعودة، يعني أكيد سوف تثور الثائرة عند المعارضين. الشعب العراقي بصورة عامة والتيار الصدري الذي يعني نعرف احنا هناك هو سحيقة بين
مقتدى الصدر وبين المالكي مهم. بشكل شخصي، هناك عداء متجذر بينهما، لذلك صعب جدا أن يعود المالكي بهذا الطريق إذا أرادت أمريكا وحتى إذا أرادت إيران نعم، منه. إذن أشكرك جزيل الشكر، ضيفنا عبر سكايب الباحث السياسي الدكتور حامد الصراف، شكرا جزيلا لك.